ناس بعتالي كتير على البث بتقول لي ما هنتش المغرب وتونس بالتأهل لكأس العالم. بجد كان نفسي أبدأ ونتكلم ونهني. طبعا كل التهنئة لأشقائنا المغاربة، كل التهنئة لأشقائنا التوانسة بالوصول لكأس العالم، هي بينضموا لمصر والسعودية، لكن يعني ما فيش مساحة في القلب والله العظيم يعني، وأعتقد إن أي حد فاهم ده، نكن كل الحب والاحترام والتقدير لإخواتنا وأهالينا، كلنا واحد. والمغاربة والتوانسة خصوصا يعني ليهم مكانة كبيرة في قلوب كل المصريين، في قلوبنا خصوصا، لكن يعني في الهم وطبول الحرب التي تقرع وكمية البلاوي وكمية الآلام، هي بيتوه مننا هذه اللحظات، هي ما بقيناش عارفين نستمتع نلاقي طعم ده. لا نلوم على من يجد طعما لهذا، هي مع كل التحفظات التي لدينا بعد ما بلينا كمان واحنا بنذاكر مع بعض قد ايه استخدم الفن واستخدمت الرياضة في تثبيت دعائم الحكم العسكري الغاشم في المنطقة كلها. لكن مبروك لتونس ومبروك للمغرب بكل تأكيد. تعال نشوف بقى إطلالة على البتاع. المواطن ده بيعملوا فيه ايه؟ ده بيقصروه حلول عصرية، بيقصروه عشان يحلوا بيه عجز الموازنة. العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام لما قرر سلطان العلماء او سلطان العلماء الذي وقف تقريبا وحيدا لحد ما وقفت وراه الامه، لما التتار لما اقتحموا كانوا داخلين على مصر، فالعلماء يعني تقريبا اتقسموا قسمين. المهم ان اجماع كلامهم اللي هم ايه، مالناش طاقه بجالوت وجنوده، احنا نسلم لهم وبتاع وان شاء الله ربنا يزيح البلا حقيقه. فالوحيد اللي وقف ساعتها من سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وقف ينصح في الامه ويصر ويدعم ويشحذ الهمم ويؤكد ان احنا لازم نقف وما ينفعش نسلم وكده. كان ليه مشهد ربنا يجعله في ميزان حسناته ولا يزكي على احد. المهم يعني على ذكر عصر المواطن، ساعتها العز بن عبد السلام افتى فتوى مهمه جدا يا جماعه. العز بن عبد السلام ساعتها قال ايه؟ فقال لك ايه، طب احنا هنحارب التتار، محتاجين نحارب التتار نعمل ايه؟ محتاجين فلوس، فمحتاجين نعمل صندوق تحيا مصر، يعني على التنويع ده بجد، نعمل صندوق نلم فيه من نعمل ضرايب على الفقراء عشان نلم نقدر نجيب الفلوس اللي نقدر نقف بيها قدام التتار نعمل سلاح وبتخش حرب بقى. فالعز بن عبد السلام رغم انه من اكتر الناس اللي دعا، من اكتر الناس هو تقريبا كان الوحيد من العلماء اللي دعا للحرب، قال لهم لا ده هذا لا يجوز. لا يجوز ايه يا عم، انت مش عايزنا نحارب؟ قال لك عايزكم تحاربوا، هتحاربوا بايه؟ قال لك هنعمل ضرايب على الشعب عشان نقدر نحارب. قال له لا 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 لا، ده حرام. حرام؟ قال لك حرام. اما نعمل ايه يا سلطان؟ نعمل ايه يا سلطان العلماء؟ نعمل ايه يا شيخ عز؟ قال لك لا حضرتك، احنا لا يجوز لينا فرض الضرائب على الشعب الا لما تصل ممتلكات الامراء والوجهاء الامه لنفس مستوى الشعب، بمعنى ان انا اخد من فلوس وثروات الاغنياء، ثروات الطائله للاغنياء والكبراء والوجهاء والامراء، لحد ما يبقى دخلهم، يبقى الفلوس اللي معاهم زي عامة الشعب، وبعديها إذا ما كفتش الفلوس اللي هاخدها منهم لتجهيز الجيش بالعتاد، ساعتها أروح لفلوس الفقراء. هكذا أفتى العز بن عبد السلام حقيقة أثناء مواجهة التتار. إذن لا يجوز ليا كحاكم إن أنا أروح لفلوس الفقراء إلا بعد ما مص وأعني الكلمة تماما كل الفلوس اللي مع اللي عملها الاغنياء من الشعب، سواء حلال او حرام، ما هي من الاخر من الشعب، لما اخد منهم اكبر قدر ممكن، لما مستوى دخلهم يبقى زي مستوى عامه الشعب، ساعتها ابدا افرض ضرائب على الشعب. دي كانت فتوى العز بن عبد السلام على سبيل عصر الشعب، يعني على سبيل التذكره. دكتور يوسف القرضاوي ربنا يديله الصحه وطوله العمر وينفعنا بعلمه، لابد ان ياتي اليوم الذي يزهق فيه الباطل وتزول دولة الضلال أمام الحق، هذا ما ينبئ عنه الواقع، وما تحس به القلوب النيرة، وما تقضي به سنن الله في الخلق. لا نزكي على الله أحدا، صدق شيخنا الكريم شيخ يوسف القرضاوي.
عارف يا معتز عبد الهادي الطحان بتاع ده، عارف يا معتز دلوقتي بقى كاتب على البث المباشر، بس بخرج بيكم ثانيه، رساله مهمه ان انا اقولها لكم. في تداول لفيديو ليك وانت بتهاجم مرسي، الفيديو ده قديم مش دلوقتي، بس الصراحه انا كمتابع ليك زادت ثقتي فيك انك انت مش اخوان حقيقه، يعني انا باحترام بشكرك طبعا ان ثقتك زادت، بس يعني انا من زمان بقول اخوان يعني، واتمنى انت لو متابع ليا كان المفروض تصدقني، بس ومع ان الاخوان ان انا لو اخوان دي حقيقه ليست سبه اطلاقا 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 قولا واحدا، لكن الحقيقه ان علاقتي بالاخوان زي علاقتك باللغه الصينيه قولا واحدا برضو. وحقيقه بقى بان الفيديو اللي بيقول لك ان انا اللي طالع بهاجم بمرسي ياتي يوم ان شاء الله نتحدث فيه، ده من اهم الفيديوهات في حياتي، وقريبا ان شاء الله ياتي تزاح الغمه وممكن ابقى اقول لك ليه ده من اهم الفيديوهات في حياتي قاطبه. الحقيقه انا مش ما كنتش بهاجم مرسي على اداء غير اداءه السياسي اللي كنت يعني انتقدته ايام انتقاد بشكل رهيب جدا، جايب لي قشعريره، ومع مرور الايام هي اتاكد كبر المؤامره دي ليها قصه. فحقيقه يعني اذا كنت لسه شاكك ان اخوان بتاع ده، يا مثبت العقل قلت لكم التويت دي في الاول بتاع الدكتور ايمن، والدين يا رب وماذا تريد وتفعل بنا القياده السعوديه ولا اين تقودنا، لماذا هذه الشهوه للصدام والتوتر واشعال النار في كل اتجاه، لا عاقل ولا شريف يقبل الحرب بالوكاله او ضرب لبنان، اوقفوا هذا العبث. أرطل ناشط من السياسي، يا رب اجعل ايامنا كلها مؤتمرات عشان ما يكونش فيها تفجيرات، ده احمد خطاب صدع رؤوسنا السيسي بعباره امن الخليج جزء لا يتجزا من امن مصر، ورد الحوثي على تصريحه باطلاق صاروخ على الرياض، اعكس تصريحه وخد حقيقه موقفه. انا عايز حد يقول لي المؤتمر ده ماهر ده لازمته ايه، وايه اللي عاد منه على الشعب، فلوسه بتتصرف على الفاضي وكل يوم يقول لك استحمل عشان مصر، استحمل يا ماهر، استحمل يا ماهر لا تبدي تذمرك يا اخي. تركي الشلهوب، عندما تقرر الوقوف ضد الظلم توقع انك سوف تشتم ثم تخون ثم تكفر، لكن اياك ان تسكت عن الظلم من اجل ان يقال عنك انك رجل سلام. تحيات لتركي الشلهوب، حقيقة مش عارف ايه علاقته بنجم الشلهوب بالنجم الكبير للمملكة العربية السعودية كان في كرة القدم، لكن تحيات التركي الشلهوب. عندما تقرر الوقوف هذه التويتة او هذا البوست يمثلنا تماما وربنا يتقبل، عندما تقرر الوقوف ضد الظلم توقع انك سوف تشتم ثم تخون ثم تكفر، لكن اياك ان تسكت عن الظلم من اجل ان يقال عنك انك رجل سلام. ما فيش فلوس ومش لاقي شغل، عادي ادينا عايشين واحسن ما نكون زي سوريا والعراق، بقوا يعني معبره عن ناس كتيره من اهالي بلدنا الغلابه، حقيقه الغلابه جدا جدا جدا، واللي اثر الحكم العسكري على عقلهم قبل ما ياثر على اكلهم وحياتهم. والله ام ساره والله اننا ما بننساكم من الدعاء بالنصر ويجعل في نصركم نصر الاسلام والمسلمين، تحياتنا يا ام ساره على البث المباشر. احنا دخلونا في مسلسل اول حلقة تشويق ثم النجاح بخلع مبارك وبعدين اهلي شباب زائد فلول زائد مضحوك عليهم وزمالك اخوان مخدور عليهم، ده محمود رياض كاتب على البث المباشر، وكسبوا الاهلي وبعدين تيجي النهاية بلدهم خدوها من الملك ما ينفعش الرعاة تاخدها منهم، ده بوست عميق المغزى ما ينفعش اقوله بسرعة كده. من يترك مترا من ارض مصر يترك السلطة فورا. طب ما انت ضيعت جزيرتين يا ابني، انا قلت متر ما قلتش جزيرتين. انا قلت متر مش جزيرتين. منتدى شباب ايه ياللي عاوز تروحه بمنظرك ده، عاوز تفضحنا قدام شباب العالم. السيسي 2013 لن اترشح للرئاسة، لن اسمح للتاريخ ان يكتب ان جيش مصر تحرك من اجل مصالح شخصيه، اعتقد الكلام اللي بيقوله عمرو العواري ده في فيديو شهير مش محتاجين ان انا اعرضه لكم من كتر ما انتم حافظين. السيسي 2017 لا انتوي الترشح لفتره رئاسيه ثالثه. السيسي 2043 سيحكم التاريخ بما لنا وما علينا. حقيقه مبارك لما بدا برضو قال لك لا يمكن يمكن انا بتاع ترشح وبتاع، والكفن ملوش جيوب وبتاع، والكفن استغفر الله العظيم مش قادر اقول لك، هو مش كل هو طلع فيه جيوب كتيره طبعا اكيد مش في الكفن،
وطبعا و2030 كم لا ينتوي الترشح حقيقة ان شاء الله، حتى بعد ما انت تستور قال لك هكمل مدتي وبعدين لا نتوي الترشح من تاني. يا اي تشابه، قال لك لو كنا نعلم الغيب لاخترنا الواقع. يا نهار ابيض. فخامة الزعيم بيقول في نوفمبر القادم نلتقي في منتدى شباب جديد. هو عارف منين انه هيكسب الانتخابات؟ سؤال غبي ده. مجدي كامل بيقول على نفسه حياهم دي، مش محتاج اي تعليق اكتر من كده. اسماء محمود كاتبه الالتراس معتز مطر منزل فيديو معتز مطر يهاجم مرسي. لا يا شيخ، يا لا، هو على البث المباشر، حسب الله ونعم الوكيل. ماشي. ناشط من السياسي، السيسي في ختام مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، ننتظركم في نوفمبر 2018. اند اوف تكست ان شاء الله. ناشط السياسي ما سالش السؤال، يعني قال لك المحتوى بس. السعودية والبحرين والكويت طلبوا من رعاياهم مغادرة لبنان فورا. الوحيدة مصر اللي عمرها ما طلبت من رعاياها مغادرة دولة معينة، حتى قطر. بمناسبة كلمة السيسي الشباب للشباب مستنيينكم في 2018، ده محمود محمود بدر. أظن الكلام واضح، أنا مكمل مهمتي وهترشح على الانتخابات الجاية، يعني لا عايز حملات ولا جمع توقيعات ولا عزاء لحملة المباخر ولا الخرفان اللي قالوا إن الرئاسة هي اللي بترعى حملة عشان تبنيها. محمود بدر يعني من الحقيقة مش تبوسه، تطبقه وتحطه جنب الحيط، مش عليه خالص. لما الرئيس مرسي اتخطف نزل ملايين يتظاهروا ويعتصموا واستشهد منهم آلاف. لما الامير الملياردير الوليد بن طلال اللي تسبب في خطف الرئيس مرسي واجه نفس المصير، محدش ولا حتى واحد من اللي من عليهم بعطاياه نزل الشارع عشانه. ده فرق بين من كرمه الله عمن هو لا شيء. دي وجهة نظر اسماء احمد شداد. بين الروس والامريكان من الخلافات مما يجعلك تظن ان حرب عالمية ثالثة ستندلع بينهما في اي لحظة، لكن عندما الأمر يتعلق بسوريا جارة إسرائيل يتفق الروس والأمريكيون على كل التفاصيل والحلول بسهولة عجيبة. عن اتفاق ترامب وبوتين حول سوريا اليوم نتحدث. الشعب المصري هو بيتفرج على منتدى شباب العالم اللي مكلف ملايين، لما قالوا لعمر بن الخطاب ألا تكسو الكعبة بالحرير، قال لهم بطون الفقراء أولى. شعب مصري قاعد يعني بيعاني من شظف العيش، هيا بيتفرج على مؤتمر الشباب. تحية للغلابة في بلدنا. سيفهم العرب يوما أن الوطن ليس فخامة الرئيس ولا القائد المفدى ولا طويل العمر. محمد عمران بيقول لكم كده وهو صورته مقلوبة، يمكن تيمنا بالوضع المقلوب. عمر بن العزيز عندما بدأ بالإصلاح بدأ بنفسه، ثم زوجته، ثم بيته، ثم أقاربه، ثم آل مروان. هذا العدل وهذا أحد شروط مكافحة الفساد. نعلمكم دينكم أيضا، ولا تحاسب الناس وتنسى أبوك. الانقلاب العسكري في مصر ما كانش عشان مرسي ضعيف، ولا عشان مرسي ديكتاتور، ولا عشان الإخوان فاشلين، ولا كانوا هيبيعوا مصر. البص ده يمثلني يا جماعة. الانقلاب ده تم بعد ما الشعب نزل بكثافة في كل الانتخابات اللي حصلت بعد الثورة، وبدأ يختار من يمثله، وده كان هيطيح بالحكم العسكري وهيهدد أمن إسرائيل مباشرة. ليه هيهدد أمن إسرائيل مباشرة؟ لأن من يحكم مصر هيكون مستند لشعب. شعب. فمتقدرش إسرائيل تلعبه وتقول له إيه بأمريكا، متقدرش تهدده بأنها تعمل له كذا. لما تكون بيعبر عنك شعبك تقدر تقول بكل ثقة أنا مش هوافق على ده لأن شعبي يرفض، أنا ما أقدرش أقول ده لأن شعبي يرفض. أكبر خطر على إسرائيل هو الديمقراطية في المنطقة العربية وفي مصر خصوصا. أنا أتفق مع عمرو جابر في البوست ده بنسبة 100%.